كندير هنا؟ كندير هنا؟ علاش جبتوني هنا؟ اش كنديرو هنا؟ واش حنا في الكوميسالة في 36؟ شنو هو 36؟ علاش شدوك؟ علاش شدوني؟ علاش جابوك هنايا؟ علاش جابوني؟ جلس جلس. علاش شدوك؟ قصة طويلة. ملك زربان غدا في العشية عاد غادي نشوفو وكيل الملك. واخا غادي نعاود ليك ما غاديش تيقني. شحال ديال الحوايج سمعتها؟ احكي لها بغيتي تحكي. واخا. فواحد البلاصة بعيدة. بعيدة بزاف، على بعد 4 ملايين ديال السنين الضوئية من الأرض، واحد الفيراج وراء واحد الكومة فضائية جات بين مجرة أيمن ومجرة ياسر. كاينة واحد المجرة سميتها قلب، ووسطها كاين واحد المجموعة شمسية كيدور فيها 21 كوكب، منهم كوكب عقل، نجمة الأطلال واللي هي الشمس ديال عقل. من هنا لشي سويع قليلة غيدوروا بها 4 النجوم، تل، قبلة، شرق وساحل. وهذا اللي غينتج في واحد اللحظة قصيرة طاقة كبيرة اللي غتدمر الحياة في المجموعة الشمسية كاملة. الحكامة والعلماء ديال العقال ما لقاو ما يديروا قدام هاد القوة ديال الطبيعة اللي ما بقى ليها والو وتخرب كل شيء. هادي 15,000 عام واحد الولي من أولياء الله الصالحين ديال العقال اخترع واحد الآلة تيقولوا باللي يمكن لها تعتق من أي خطر. غير هذاك اللي غيخدم هاد الآلة خاصو يكون تيعرف شي حاجة ما كيعرفها حتى شي حد في كوكب عقل. السكان ديال عقل ناس متحضرين من كاع الجوانب، ولكن ما تيعرفوش واحد الحاجة كتقولوا ليها نتوما الأحاسيس. كلمات بحال ظريف، شرير، فرحان، كاعي، ما عندهم حتى شي معنى في كوكب عقل. ومن بين الملايير ديال الشعوب اللي كتعيش فوق الملايير ديال الكواكب اللي كاينة في الفضاء، شعب واحد عنده داكشي اللي محتاج كوكب عقل. هاد الشعب هو اللي كيقولوا لجدو آدم، شعب بنادم من كوكب الأرض. فاش علموا السكان ديال عقل بالكارثة اللي غادي تضربهم، اجتمع المجلس الأعلى ديال الكوكب هما يقرروا يفتحوا التسجيل بالنسبة للمتطوعين اللي بغاو يغامروا وينجزوا هاد المهمة الصعيبة اللي هي السفر لكوكب الأرض. ما عرفتش شحال مرشح قدم راسه، ولكن أنا وسيط من سكان عقل تم اختياري باش نجي لهنا للأرض ونلقى هذيك الحاجة اللي كيعرفوها غير السكان ديال هاد الكوكب. المهمة ديالي هي نلقى الحب. Thank you.
سلام. سلام حبيبة. بغيت الحب. اسمح لي، ما عمر شي واحد قال لي بحالك. غدا تعطيني الحب. وانت شنو تعطيني؟ اللي بغيتي. تبعني. جوج دقايق وانا معاك. خذ راحتك. بغيت الحب. بغيت الحب. ايوا بين لي. شنو غادي نبين ليك؟ كتسطع عليا ولا شنو؟ كاين شي حب فابور جبد العاقه. شنو هي العاقه؟ والتاسير قلب لك على شي خدمه. Thank you.
تقلب على الخدمه. كنقلب على خدمه. زيد طلع. زر معاك الباب، زر معاك الباب، دير الصمتة، دير الصمتة صح، ماك جاي من المريخ. المريخ كتدور معاه على اليمين وكتزيد مازال نيشان. كتضحك معايا انت. مالك انت غادي تخدم توقد. جي معايا شوف مولا صدر. زيد صدرني هنا مولا صدر. واخا أوسي اجي انت لهنا. صندوق الطوموبيلات كاملين تخلي فيهم حتى وسخه، وتقاد ليا غازو، وتقاد الشجر، وتجمع الزبل كامل. يلا يلا سير يلا اخبر عليا. لا
ماشي هو اللي يرسقان. طلعي انتي البيت يلا طلعي. شوف انت ما نعاودش نشوفك هنا، ما نعاودش نشوفك غدار، يلا تخرج عليا. خاصني العاقة. وانت ما خدمتيش النهار كامل وباغي الفلوس. خاصني العاقة باش نلقى الحب، الكوكب ديالنا غادي يتفرقع. سي محمد هذا حمق، هذا سي محمد اجي شوف هذا. خرج علي من هنا نلقى نشوفك. خاصني الحب، كاين الحب. لا لا انت خاصك الاز ديك وطياره بلا بيلوط ونيشان العطاري. خاصني الحب، وكاين الحب كاين الحشيش كاين كيف كاين الماريخوانا كاين زبل كيف كلشي كاين ماك. خاصني الحب. هبط اصاحبي هكا تحت. خاصني الحب. أدن إن شاء الله. أنا عودت لك كيفاش وصلت لهنا. قلت لك ما غاديش تيخني. يمكنش 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 إذن أنا ماشي مسطي. فين كابا فين؟ فين كامي؟ هاجي تشوف أنا ماشي مسطي. ها أنا ماشي مسطي. أنت يا هو وثيق بالكلي بالعدم بالخويان ياك؟ باش عرفتيني؟ إذن أنا ماشي مسطي، أنا ماشي مسطي، ماشي مسطي. فينكم تجيو تشوفوا؟ أنا كنت نقول لكم أنا ماشي مسطي. هاو ياك أنت وسيط بين كلي بين عدم بين خويان ياك؟ باش عرفتيني؟ أنا مستش جلس حتى أنا عندي واحد القصة ما نحكي لك. جلس النهار بكري كنت باقي مازال صغير. واحد الصباح كنت نلعب حدا الواد، شويه حسيت بشي حاجه ورا ظهري، التفت بلي واحد الرجل كبير والضو داير به. دهشرت لكن ما تخلعتش.
مشيت لعنده ويقول لي واحد النهار هذا جا واحد السيد اسمه بسيط بن كولي بن حدم بن خيال وقال لي نقول لي واحد الوصايا فاش مشيت للدار ما تيليفونيش قالوا هذا شي جن ضربه داون عند واحد الفقيه عامين هو تيسرع فيا كلشي كيقول انا مصدق كلشي ولكن انا مصدقش شكون هو داك الراجل واش قال لك ما كنعرفوش ولكن قال لي واحد حاجه مهمه ماشي انت راك مختار من بين بزاف ديال المتطوعين انت المتطوع الوحيد اللي جاي باش تأدي هاد المهمه الصعيبه ديالك الكوكب تاعك واللي خلاك تغامر بحياتك باش تقوم بهذه المهمه الحب اللي كتقلب عليه راه فيك انت الداخل ديالك معاك انت راه فيك الكوكب تاعك من خلاك تجي من بلاد بعيدة باش تقوم بهاد المهمة الحب اللي كتحلم عليه رافيك الداخل معاك انت رافيك فاش رجعت العقل اكتشفت انه ما كاين حتى شي اله باش تعتقل الكوكب الاله هو الحب بحد ذاته هذا الحب اللي حسيت به واللي اعتق عقل عرفته بفضل السكان ديال الارض وباش نشكرهم قررت نرجع لهنا ونختار واحد الاله يمكن لها تعتقل الارض من اي خطر ولكن الوحيد اللي يمكن له يخدمها خاصو يكون كيعرف واحد الحاجه ما كيعرفها حتى شي حد في كوكب الارض القناعه We'll be right back.